السلام عليكم تابعي قناة ايزر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة معانا المسابقة اليومية النهاردة اللي كانت في الفيديو دون، هنختار فيها فايز دلوقتي، وهنبعت برضو للناس اللي ما فازتش يعني مبلغ صغير من الروبل كهدية يعني من القناة. هنروح على الموقع دون اللي هيختار لنا كومنت، هنحط لينك الفيديو وهندوس على جنريت وستارت، وفي 4 كومنتات هيختار واحد فيهم اهو. ادي المحفظة دي اللي هتاخد ال10 روبل، هناخدها كده كوبي وهنروح على الباير، هنحط المحفظة ونبعت له هنا ال10 روبل، ندوس على سند كده اتبعت له. احنا قلنا الكومنت بتاعت صاحب قناة ريال مدريد، فهنرجع تاني للفيديو هنشوف الكومنتات، هناخد برضو الكومنت دون ونبعت له 5 روبل، نكتب له هنا وهنبعت له ال5 روبل. ده كان تاني واحد، هنرجع في الكومنت دون هنبعته برضه كده ونروح نبعت له ال5 روبل. بعتوله بنجاح، هنشوف كده هو المفروض في كومنت تاني بس مش ظاهر، فهنروح بقى لشروحاتنا النهاردة. النهاردة معانا موقعين البيتكوين، موقعين كويسين جدا نقدر نستغلهم ونعمل منهم مبالغ كويس. أول حاجة هنروح على الداشبورد بتاعتنا في الفوسيت باي وناخد العنوان بتاع، نروح للموقع الأولاني. الموقع ده بتحط المحفظة بتاعتك هنا وبتكتب بتحل الكود دون. احنا الكومنت معانا اللي مش ظاهر في الصفحة اللي فاتت دي، يعني الكومنت الأخير، عشان هما كانوا 4 كومنتات احنا بعتنا ل3. انا هبعت للتاني بس بعد الفيديو دون، وهسيب له في التعليقات. كانت اول حاجة 9 2 7 3، وهتدوس على جيت ريورد هتجيلك الجايزة. بيقول لك انت بتكسب لحد 150 ساتوشي في كل 5 دقايق في الكلايم، على حسب طبعا انت بيجيلك كام. انا بقول لك ان هو بعت 5 ساتوشي، هنروح بقى للموقع التاني. بيقول لك انت بتاخد من 6 ل100 ساتوشي كل 6 دقايق، هتحط عنوان المحفظة بتاعتك وهتدوس على جيت ريورد، هتحل الكباتشا وبعد كده تحل الكباتشا اللي تحت اهو، بتختار الشكل وهندوس على اهو. هنا بيقول لك اعمل ريفريش عشان الاعلانات مظهرتش. الاعلانات لو مظهرتش حاولوا تقفلوا المتصفح وتفتحوه تاني، يعني اول ما الاعلانات تظهر، عشان هو الموقع اصلا بيكسب من الاعلانات دي. فهو بس عشان عندي برنامج حماية من الفيروس فالإعلانات دي مش ظاهرة، فأنت هتحط المحفظة عادي والإعلانات هتظهر لك، وهتدوس على جيت ريورد وهيسحب معاك عادي كده. مخلصنا شرح النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.